العصابات الإرهابية دخلوا إلى بيتي وحاولت الهروب منهم وهربت فعلا، كنت أراقب ما يفعلوه في مرسمي. دخلوا وتعمدوا إلى حرق كل أرشيفي باللوحات الموجودة والأعمال الفنية والنحتية، أغلبها احترقت. لما رجعت إلى المرسم وإلى البيت لم أجد شيئا حقيقة، كنت أخبي بعض اللوحات في سقف الثانوي خوفا من أعين وتلصص الجواسيس، جواسيس التنظيم يعني. إلى أن بادرنا الأستاذ محمد في راديو الغد، قال في مشروع كذا، فاتفقنا مجموعة من الفنانين وقمنا هذا المعرض. يعني حقيقة فنانين موصل بعيدين عن الأضواء. يساعدنا منصة جوجل في عرض أعمال الفنانين الموصليين، وهي يساعدنا جدا للانتشار عالميا، لأنه هو لابد أن يصل صوت الموصل أو الفنان الموصلي صاحب الرسالة صاحب الحضارة إلى العالم.